تأتي القسية العربية غالبا ما تصنع من نبات الشوحط وهو في جبال السرات أو النبع هذا اي نعم الخشب اي نعم والوتر من غالبها من الشعر وليس الصوف لأن الصوف يرتخي الشعر لا يشد حتى لو جاه مطر أو ماء يشد زيادة القناة القوس غالبا العربي ثلاثة أذرع الذراع 46 سنتي يعني حوالي متر وأربعين نعم اي نعم طيب أعطنا السهام وأنواع الأنصال في السهام طبعا هنا اسمها أرجل السهم شوف الأرجل هذه عشان تثبت في الوتر في الوتر أيه. الأرجل اي نعم وهذا الريش نعم نعم الريش عشان توازن وهذا النصل طيب أشوف عندك ما شاء الله عدة رؤوس أنصال من السهام نعم أين الخارق للدروع؟ أيوة الخارق للدروع الصغير المدبب هذا هذا خارق للدروع مدبب زي رأس الرمح زي المدبب راسر. نعم هذا مدبب نعم صغير الثاني هذا خارق للخوذة لأنها أطول عجيب نعم الخوذة طبعا فيه خوذة وفيه وراها قلنسوة وكذا فهذا أطول للخوذة وهذا للأعزل طبعا هو يثبت جزء من يبقى الجزء هذا للأعزل اللي ما عليها ترسة وعليها أو معها كذا إذن هذا درقة هذه درقة وهذا ترس هذه كلها يأخذها الفارس للمبارزة وللدفاع قد يأخذ أحدا منها وهي من جلد الفيل غالبا وهذه من جلود البقر أو الإبل ولها ال- 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 الشوكة تسمى الشوكة وتسمى ال- ال- الصرة طيب بقي الآن البيضة والخوذة والمغفر هذه حلقات المغفر اللي دخلت إحدى حلقات المغفر في خط الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني واحد ضربه بالسهم في السيف أو قيل بحجارة أو نعم. كده نعم نعم أيضا من الفولاذ وهذا الدرع هذا ثقيل مرة لذلك كانوا ومصفح على الصفائح بس إنه من قدمها يعني ثقيل يعني ولذلك الخيل عندما يتسلح الفارس بالخوذة وبالدروع يصير وزنه زيادة وزنه حول 25 إلى 30 كيلو خالد بن وليد لما وصف جيش مسيلمة لما أقبلوا عليه في عقربة قال أتونا يقطون قطوة يعني يمشون بثقل من الحديد يعني الواحد شايل ما بين 15 إلى نقول 20 كيلو يعني بيشيل أغلب هذه ومدرع نفسه بالحديد يحطون قطوة نعم. درع وخوذة وسهام وكنانة ورمح وسيف وغيرها من الأسلحة الهجومية والدفاعية